بلبنان والسعودية ضاعوا مصريات النجار، رحبوا معي بحسين حجي. سيد حسين اهلا وسهلا فيك، حضرتك نجار وكنت عم تشتغل بين لبنان والسعودية على ديكور لبرنامج تلفزيوني برمضان الماضي لصالح التلفزيون السعودي. صح. وما اخذت مصرياتك؟ لا بعد ما اخذت. انت كان اتفاقك مباشرة مع التلفزيون السعودي او عبر وسيط او شركة انتاج؟ لا انا كانت علاقتي الاساسية مع شخص اسمه ربيع عادل برك. اللي هو شو بيشتغل؟ هو بيشتغل مثلي نجار، عنده معمل نجارة بتل الزعتر بالدكوانة. اوكي. وحكيني تليفون، قلت له بنشوفك، قال لي عندي مشروع للسعودية وبدي اياك انت وثلاث معلمين. انتوا اشتغلتوا بلبنان واشتغلتوا بالسعودية؟ يعني صح، عملتوا الاساسات بلبنان وركبته بالسعوديه. مزبوط. هذا اللي صار. مزبوط. يعني انت اذا بدك كان هو شو يعتبر النجار الاساسي؟ بيكون متعهد. نعم. او متعهد باطني او ضمني، وهو اخذ الشغل منه. عم نحكي علاقه التبعيه اللي هو عم ينفذ. نعم. الشغل للنجار. هي للنجار. التفاصيل الكامله بنشوفها بهالتقرير لجانين ملاح. الوضع المعيشي السيء لحسين حجي دفعه لأنه يترك عائلته وحده بالضيعة ليجي يشتغل بنجارة ببيروت، لكن شاءت الصدف أنه يتعرف على شخص كان باعتقاده أنه الشغل معه رح يطعمي خبز. بحزيران 2012 بيجيني اتصال من رقم غريب، برد عليه بيقول لي أنا بعرفني عن نفسه، أنا معلم ربيع بركة، عندي مشروع على السعودية وبدي اياك انت وثلاث اشخاص تروحوا معي تعملوا لي تركبوا لي المشروع، كل شخص $1,000. ربيع ما دفع له وهو اضطر انه يدفع للي اشتغلوا معه بالسعوديه قسم من المستحقات. سنه ونص وبعد ما اخذنا ولا شيء من ربيع. وانا بصراحه انه يعني مثل كل الناس، ما حدا رح يترك حقه ورح يسامح بحقه. وبلشنا على بكره وبعد بكره، بصراحه ما حدا مرتاح. يعني انا تضايقت معي الامور، انا ثلاث شهور وكان خلص المشروع وانا عم اركض وراه. عملنا سندين بقيمه $1,750. بلشنا بين هلا واليوم ووينك يا ربيع وما في حدا، ولحتى وصلت اخر شيء لمرحله بانه قررت اني بدي ارفع دعوة. بس وين المفاجأة؟ هي إنه ربيع قبض مبلغ $10,000 وباعتراف من المهندس اللي اشتغلوا معه بالسعودية. طيب إنه هو يا أستاذ المشروع يلي نحن رحنا ما بقى بقى له هو شيء معك، ما هيك؟ مسكر. يعني يمكن أنت بتذكر قلت لي $10,000 تسكر وكله ما بقى له شيء. ما له عندك شيء. واكثر من هيك انه انا هلا يعني في عندي وضع بانه بنتي بدها عمليه، يعني بتكلف يعني المبلغ يعني. وما خليت حدا يعني من جملتنا هو اللي الي معه واللي ما الي معه، انه انا عندي بنتي بدها عمليه ربيع وبدي اخلص من الموضوع. ومثل ما مثل ما بتقولوا يعني انه ضاقت فيني، ما خليت وسيله، ما خليت حدا بيعرف ربيع إلا وما حكيت معه، حتى مع الدولة حكينا يعني قربنا الحيوان لنقرب شاكبة كمان ما زبطت. فبتمنى من خلال برنامجكم على الأكيد منحل على الأكيد. أنت إذا تنازلت عن تقريبا نص المبلغ اللي كنت مطالب فيه من 3000 ل 1750. صح. لأنه كنت حاسس أنه ما عندك أمل تاخد حقك الكامل. مش هيك بس اذا قدرت انه عارف انه هو قال لي انا انكسرت وحطيت السعر بالغلط وصار يحط لي حجج يعني. فكرمال هيك قلت له انه شو بدك؟ قال لي انا انه فيني ادفع هالقيمه، قلت له اوكي ما في مشكله. فنطرت من بعد ثلاث شهور لقيت ما في نتيجه، يوم عملت ورقه يعني انه عن كذب عدل. قصه سند الدين. بالضبط. استاذ مروان، بموضوع سند الدين هون، هل بيحفظ له حقه؟ يعني هل كانت هذه افضل طريقه يعملها؟ هو طبعا هو اول شيء بيرصد المبلغ وبيعطيه امكانيه انه يروح مباشره على ليله التنفيذ لحتى ينفذ قيمه هالمبلغ على اي شيء بيملكه المدينه.
مع مرور زمن، في مرور زمن بالمطالبة طبعا، 3 سنين لتنفيذ السند امام دائرة التنفيذ وعشر سنين على الحق. بالتنفيذ بيقدر ينفذ على اي شيء بيملكه المدينة من اموال منقولة او غير منقولة. اذا ومثل ما دايما منركز ببرنامجنا، ضروري كل شخص ما يتردد لحظة يحافظ على حقه قانونيا. بدي اقول شغله صغيره، يعني هذا كمان خطا شائع انه انا انكسرت مثلا، واحد بيجي لعند ثاني، هيدي انا انكسرت وانا ما قدرت ادفع وانا حطيت محطوط تحت ظروف اقتصاديه معينه، هيدي نوع من اذا بدك بالقبليه وبالعشائريه بتقطع بس، ولكن بالقانون هو منه شريكه، يعني بالتالي هو منه ملزم اذا كان هذا الزلمه خسر ولا ربح. بهيدي الحاله هو عطاه شغل معين محدد بسعر معين بده يفيه. نعم استاذ كلودين، في كثير من هالنوع من المشاكل اليوم بالقضاء وبالمحاكم هو مشان هيك سند التنفيذ هو أسرع شيء اللي ممكن أنت تنفذ على المدين مباشرة أمام دائرة التنفيذ للاستحصال على المبالغ. بس كمان عم تاخد وقت. ما بتاخد وقت، هيدي أسرع شيء. سيد حسين، شو ناطر من برنامج على الأكيد؟ على الأكيد أنه يحل لي مشكلتي. أنا بنهاية عندي عائلة ومش لح أترك شيء إذا لقيلي، وما بترك حدا إله عندي شيء الحمد لله. ونحن عم نسعى مع واسطتنا جنين على الأرض إنه نحقق لك طلبك، ولهالسبب جنين بهالأثناء متوجهة على موقع الطرف الثاني بهدف نسمع وجهة نظره. وبالعودة للاستوديو ما ترسلنه كان عنده شيء يضيفه. هذه الحالة النموذجية لحتى الواحد يحل حبياً معه للزلمة إذا نقدر نستوفي له حقه، يعني نظراً لضئالة المبلغ ويمكن عدم وجود شيء للتنفيذ. بالاضافه لهيك استاذ انه انا يمكن ما كثير عندي وقت، يعني ايه انا بعطي النهار بشكل بيروح عليك. يعني اذا بتجيب ورقه بدك تعطل كله، يعني فوق ال 1950 بقدر ينكسر اكثر. لمتابعه هالموضوع، جانين ملاح موجوده هلا بمنطقه تل الزعتر. رجي اذا سمحتوا ديبلكس جانين ملاح. جانين. نعم زبان، نحن هلا مطرح ما بيشتغل ربيع بركه، بنعرف اذا له المعمل او بيشتغل فيه. نحن في يعني معلومات متضاربه بهذا الموضوع. عرفنا اول شيء انه هو بيشتغل شراكه مع شخص ثاني بهذا المعمل، وعرفنا كمان معلومه ثانيه انه هو يعني بيشتغل مثل بمعاش يعني. مرحبا، يعطيك العافية، بدي احكي مع ربيع. ربيع مرحبا، كيفك ربيع؟ في حديث بده حدا يحكي على التليفون. تفضل التليفون، في حدا بده يحكي. الو. مرحبا ربيع، كيفك؟ ماشي الحال. معك زافين من تلفزيون المستقبل. ايه نعم. كيفك، منيح؟ ماشي الحال، كتر خير الله. ايه ربيع، بدي احكيك بخصوص طلب مني حسين حجي انه اتواصل معك بخصوص المصاري تبعه. ايه بقلت له انا يعني بدي احكيك قبل افهم شو الموضوع، بعدين يعني برجع بشوف شو بعمل. ما فهمت كثير، ما فهمت مضبوط شو الفكرة يعني. نعم، في حسين حج حسين ايه اللي اشتغلته معه على الديكور تبع السعودية. ايه بعم يقول في مبلغ مالي بعده الآن بيناتكم، طلب مني انا اعمل وساطة. على راسي، هاي الموضوع حلو انا وياه، يعني ما بدي هالقد، يعني لا يتصل حدا، لا ما بعرف انا ليش هو بتصرف التصرف اساسا. لانه هو عم بيقول من حزيران، يعني من حزيران ال 2012 يعني. على راسي، على راسي. من اكثر من من اكثر من مشكل يعني. انه لا مش عادي ولا مش لك ايه، بس انت عادي لإلك، بس هو لإله مش عادي لانه هو اللي مش قابض. يعني لا هو يعني قابض، يعني قابض من حسابه، مش قابض بكلية. في $3,000 عم بيقول. لا غلطان، ما في مبلغ اقل من هيك بكثير. قد ايه؟ اقل من هيك بكثير، بس انا حضرتك ما فهمت ليش، يعني كيف وصل الخبريه لك وكذا، هو موصل الخبريه على حضرتك. ايه هلا ليك، هلا هو معي، بس احكي معه، بس خليني افهم انا شو الموضوع. الو ربيع. ايه كيفك؟ ماشي الحال. حسين معك ابو علي. ايه نعم. معيتيني وعدي اليوم، انت اخر وعد اعطيتني اياه مش اليوم؟
ما طيتني اخر وعدي اليوم، قلت لك انا بنتي بالمستشفى وحاجه لعمليه. رو شوي يا حسين، ما مش عم بفهم انت شو عم تتصرف يعني. بس انا مش قلت لك شو عم تتصرف. شو بدك اقول عم تتصرف؟ ولا عم تتصرف وهي زي اللي شي عندك بدي اياه؟ كيف؟ الي عندك ولا ما الي عندك؟ انا عم اسالك انا. انت عم تسالني؟ انت بتعرف شو في لك عندي؟ متخيل. وانت بتعرف شو عامل لك انا؟ سامع؟ الو؟ سامع. انت بتعرف شو في لك عندي؟ وانت بتعرف شو في لك شو عامل لك انا؟ واذا هيك صارت القصه، تفضل الجاء للقضاء تبعولك، وانا اكثر من هيك ما لك عندي. يعني ما الي عندك يعني. اكثر من هيك ما لك عندي، انت بتعرف شو في عامل لك انا؟ مانك عامل لي شيء. لا لا مانك عامل لي شيء. اكثر من هيك ما لك عندي. لا لا مانك عامل لي شيء. خليك تتصرف معي. اكثر من هيك ما لك عندي. ربيع انا ما بقدر معك. ربيع اوكي. انا بعتذر منك ويلا باي. بعد الفاصل هل رح نقدر نوصل لتسويق مع ربيع؟ يروح يتشكى علي في يوم بيخدم بحصله. ليش بده يتشكى؟ ليش بده؟